هنا في البيت الوطني للمرأة يزاول مركز تدريب النساء في مجال الخياطة والتطريز نشاطه منذ تأسيسه قبل عامين. وبعد تدريب عدد من النساء والفتيات في هذا المجال، تأتي منظمة قطر الخيرية بهذه الماكينات البالغ عددها 43 ماكينة خياطة لتساعد النساء اللائي تخرجن من المركز وبقية المراكز الاجتماعية. مناسبة تسليم هذه الماكينات أشرف عليها المدير العام لإدارة المساواة بين الجنسين بوزارة المرأة إسماعيل أدم حامد، ممثلا للوزيرة بحضور المديرة العامة النائبة لبيت المرأة فاطمة مياني، التي رحبت بخطوة المنظمة لدعم النساء، وأكدت بأن بيت المرأة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق استقلالية المرأة الشادية. قطر الخيرية منظمة غير حكومية تعمل في مجال الدعم الإنساني وتقليص الفقر من خلال دعم شرائه الضعيفة في المجتمع. هذه المستفيدات تم اختيارها من قبل مندوبية المرأة في إنجامنا بالتعاون مع منظمة القطر الخيرية، ونرجو إن شاء الله من الله تعالى أن يكون هذا المشروع يعني ناجح في مكانه عند المستفيدين. أما المدير العام لإدارة المساواة بين الجنسين بوزارة المرأة إسماعيل آدم حامد، فقد أكد بأن هذا الدعم يدخل في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة، ودعا المستفيدات على المحافظة لهذه الماكينات وملحقاتها والاستفادة منها.